سلام مشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم كما كتشوفوا معنا غادي نخملوا هذه الصاله، غادي نحيد الموكيط وحتى الطلامط غادي نصبنهم. ما غاديش نصبن المخدمه، غاديش نخويهم حيت نقيين، بغيت ندوز غير الطلامط صافي. غادي نخويوها كامله، غادي نحيد المخد نفطهم، غادي نديهم للصاله الاخرى نحطهم صافي. وغادي نرجع باش نفك الطلامط، غادي نطلعوهم نرقدوهم ان شاء الله حتى الغدا عادي تصبنوا. انا دائما داكشي اللي كندير لهم كيعجبني نرقدهم مده من قبل صافي. كندير لهم شويه ديال التيد وشويه ديال سانيكروا باش تيخرجوا صافي. غادي نخرج هاد المخد، وهنايا بقى ليا غير الطلامط غادي نفكهم صافي. نخرج البونج ونخرج الخشب، غادي نديرهم في الزنقه باش يتمشوا ليا شي شويه ونفطهم شي شويه صافي. وغادي نحيد حتى الموكيط هو خصو يتصبن صافي. هنايا بقى لينا غير الخشب غادي نخرجوه صافي. كما قلت لكم غادي نحيد هذا الموكيط، غادي نغسل الشرجم حيت مده ما غسلناهش صافي. غادي نغسلوه غادي نفركوه ونرجعو باش نسيقو ان شاء الله. غادي نسيقو الصاله وغادي نخرجو حتى الكوزينه والمراح، يعني تقريبا غنديرو الدار كامله صافي. هنا غادي نحيد هذا الموكيط وغادي نرجع باش نغسل الشرجم صافي. هنايا من بعد ما غسلنا الشرجم، صراحه ما صورتوش معكم حيت غسلته غير من برا، ما كيصلح ليش باش نصور صافي. هنايا درت شويه ديال التيد، كندير اللي كنغسل به الماعن اولا التيد العادي ديال الصابون، وكندير سانيكروا، ما درت لا جافيل لا والو صافي. غادي نحيد كامل الغبره اللي كتكون الاول في الصاله حيت ما كنشطبش، كنرمي عليه الماء نيشان باش ما كيدير ليش الغبره. من قبل انا كنت عزفت صافي، باش كتهبط ليا داك الغبره ما كنبغيش نشطبها، كندير عليها الماء نيشان صافي. غادي نخرج هذا وغادي نرجعو باش نشلوها بشويه ديال الماء وشويه ديال سانيكروا صافي، ونشفوها نحيدو بالكراطه، ومن بعد كنرجعو ندوزو الجفاف حشاكم صافي. باش كتنشف كيبقى الشرجم محلول، فكتنشف دغيا نيت هاد الوقيته راه سخون الحال صافي. وغادي نرجعو باش نكملو. Thank you.
صافي هنا من بعد ما سالينا الصاله خليتها كتنشف دوزنا النيت للكوزينه فركناها حتى هي خويناها من كاع الحوايج اللي فيها من الخضره من كل شيء والشباكي. صافي دوزناها هنا دي الميكا اللي كتكون عندي على الطبله في الصاله سرحتها هنايا في المرح وغسلتها من بعد شللتها ونشرتها على برا. صافي دايره سلك على برا كننشر فيه دغيا كتنشف صافي وكندخلها ما كنخليهاش مده طويله عند الشمس باش ما كتقصحش. صافي كملنا المراح وهنا الكولوار هنايا في الدروج حطينا الطلامط والموكيت اللي غادي يتسبنوا هادو غادي يطلعوا للسطح باش غادي نرقدوهم ان شاء الله. وصافي كملنا صافي هنايا مازال مخليه الخشب على برا وهذا حتى كيضرب فيه شويه الشمس. صافي عاد كنرجع كندخلو كتكون الصاله نشفت باش نرجع نفرشو. صافي هنايا الصاله من بعد ما دخلنا البونجو الخشب خليتها من هاد الجهه مهزوزه حيت فاز قال لي شي شويه عندي الميديتي من عند الجيران. صافي خليناها باش كتنشف شي شويه ما كنردش عليها الزربيه دغيا درنا هاد الزربيه هذه اللي كبيره. وصافي غادي نطلع باش غادي نفزق طلامط. صافي هنا غادي نديرهم يفزقوا كما قلت لكم كنديرهم في التيد وفي شويه ديال سانيكروا عندي سانيكروا ديال الليمون اللي كنسيقوا به هو اللي كندير كيخرجهم ليا مزيان. صافي وغادي نخليهم ان شاء الله حتى الغدا. صافي هنايا النهار الثاني درت هاد الزرابي اللي هادي صغيره كانت عندي في المرح. صافي من بعد ما حيدت الطلامط هذاك الماء اللي تيبقى ليا هو اللي كنصبن به الزرابي عندي جوج غادي نصبن هذه ديال اللي كتكون في المراح وحده اخرى عندي في الصاله اللي صغيره. صافي باش ما كيضيع ليش الماء وكان يعني كنوفروا هذاك الماء اللي كنحيد من الطلامط هو اللي كنفزق به الزرابي. من بعد كندير ليهم حتى هما تيدو سانيكروا كنفركهم وكنرجعوا نشلوهم بالماء اللي هو نقي. صافي هذه الطريقه اللي كندير دائما. دابا ان شاء الله غادي نفركوها غادي نشلوها ونخليهم يتقطروا. صافي وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدو الغدا ديالنا. Thank you.
صافي البنات هنا من بعد ما كملناهم كنخليهم يقطروا لنا مزيان. هادو الطلمب ديالنا نشرناهم صافي، كانوا تقطروا مزيان كننشروهم وما دغيا غينشفوا. دابا ان شاء الله غندوز باش نوجد الغداء. هنايا نصبنا شويه ديال المرقه باللحم ودرت معها الجلبانه صافي، غادي نسد عليها الكوكوط. انا الجلبانه كتكون عندي في الفريغو صافي. من بعد ما قليتو في البصله والتوابل العاديه صافي، غادي نزيد عليها الجلبانه وغادي نخليها طيب. هنا خديت البطاطا غادي نزيد معاه البطاطا فريت صافي، غادي نقيها وغادي نقليها. عندي شويه ديال الباربه حتى هي سلقناها قطعتها، هنا غادي نزيد عليها مطيشه، نزيد عليها شويه ديال البزار شويه الملح وشويه ديال الزيت. هذا الخبز ديالنا عجننا، الخبز ديال الزرع صافي. هنايا المريقه ديالتنا وجدات، غادي نحطو ان شاء الله الغداء. انا غادي نزيد معها البطاطا فريت، غادي نديرها فوق ما منها، ممكن تحطوها في الطباسل مرافقين ليها، انا درتها فوق ما منها صافي، مريقه عاديه. وغادي نحطو ان شاء الله الغداء ديالنا. وهكا كيكون الفيديو ديالنا اليوم سهله، كنتمنى باش يعجبكم الروتين ديال اليوم، يكون حماسي لكم. نقول لكم مع السلامه، ان شاء الله حتى الفيديو اخر.